اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. لقاء اردوغان وبوتين في الرابع من سبتمبر في سوشي يطرح عشرات الاسئلة بعد توقع ما سمي بتغيير القواعد في حلب. القرار التركي بشأن ما يجري وسيجري في حلب يعتبر ضربة خطيرة للأسد قد تودي بنظامه، إذ لا تطبيع بين أردوغان والأسد كما هو معلوم أمام المثال الذي يقدم الآن في حلب كما سمته الصحافة التركية، وأخذت تركيا تدعم بشكل مباشر جعل مثال حلب جزءا لا يتجزأ من معادلة إقليمية تمرر مثل هذا الوضع القادم. إذن تركيا ستجلب حلب، وهذا ما قد يدفع إلى اتفاق روسي مع الأردن وبنظام مثيل في درعة. إذن مثال حلب ومثال درعة والتطبيع التركي السوري لم يعطي أي نتيجة بسبب المتطلبات غير الواقعية للأسد، لذلك فتركيا لن تترك حدودها بدون حماية متقدمة، وهو ما يضمن تأمين عودة اللاجئين، فيما سوريا التي لم توفي بأي من التزاماتها نحو روسيا بإعادة الهيكلة، هيكلة النظام، وأيضا بناء مجتمع آخر اندماجي وقوي. إذن هو يرفض عودة اللاجئين، ولا يمكن للأسد الآن أن يستجيب لمتطلبات كل من تركيا وروسيا على حد سواء، لذلك فهناك تظاهرات يمكن أن تنتهي بحرب ضد أمريكا كما يحب الجميع أن يراها، والأسد يدفع إلى ذلك. كذلك الشأن بالنسبة لحلفائه في إيران وحزب الله، أو ينتهي هذا الوضع إلى نهاية الأسد نفسه. لذلك فهذه المرحلة هي مرحلة خطرة وحساسة، لذلك بهذه المرحلة أن تضع الأسد على الموقع وتفاوض إيران وروسيا. وتواجد تركيا في شمال سوريا مصادق عليه من روسيا، كذلك الشأن بالنسبة لأمريكا، فتركيا في شمال سوريا يعني مباشرة أن روسيا وأمريكا قد يفرض عليهما أو تقبلان وضعا محددا يفرضه الأتراك. في هذا التوقيت نجد أن القرار 2254 مع وضع لروسيا وتركيا، هذا كله يجعلنا أمام مثال حلب مع تركيا كمثال درعا مع الأردن، وهذا الاتفاق الروسي مع الأردن هو ما تنتظره تماما تركيا وتدفع إليه وبمساعدة سعودية. كل هذا كي لا يكون نيار الأسد في أي لحظة مدعاة لأزمة إقليمية، هذه زاوية أولى. ثانيا أن تركيا لن تتحرك دون روسيا، وروسيا لن تمرر مخططاتها دون تركيا. وكذلك الشأن مع أمريكا، لا يمكن للنيتو أن يصل إلى كامل أهدافه دون تركيا، رغم أن حليفه الأساسي ومن داخل سنت كوم وأمام قوات وغيرها، ودائما إسرائيل لا تحقق كل شيء إلا أن تركيا اليوم. وأمام هذه المعادلة الشديدة التعقيد نجد أن اليوم هذا التوجه المباشر نحو إنهاء الأسد أو إنهاء الوجود الأمريكي في سوريا أمام دعوة إيرانية ومع الأسد وحزب الله، كل هذا يجعلنا أمام ما يقوله حسن نصر الله: لا نريد تغيير قواعد الاشتباك لا في جنوب لبنان ولا بشأن حضور حزب الله في سوريا. إذن قواعد الاشتباك لا يريد تغييرها حزب الله، لكن عندما ننظر في الاتجاه الآخر إيران ليس لديها اختراق إلا بمواجهة الأمريكيين. حزب الله يؤكد أنه سينتصر على الأمريكيين في سوريا، وكل هذا يجعلنا أمام حسابات أسدية مع حزب الله وإلى جانب إيران بخصوص إنهاء الوجود الأمريكي، في مقابل أن أمريكا وإسرائيل ينظران إلى إنهاء ونهاية الأسد. وما بين هذه المعادلات نجد
تركيا وروسيا تلجأان إلى بعضهما من أجل ضبط قواعد الاشتباك وعدم دفع الأمور إلى الأسوأ. لهذا فإن الوضعية الآن قبل الرابع من سبتمبر وضعية يجب من خلالها على روسيا أن تدعم بشكل كبير معادلة تحمي الأسد إلى الآن وفي شمال سوريا. وأيضا الأسد يريد أن يصنع معركة ضد الأمريكيين لزيادة شعبيته ولتمرير أزماته. هذا قد يكون مطلب إقليمي لإيران ولحزب الله. حزب الله لا ينظر إلى معركة أمريكا كأولوية، لكن ينظر إليها كما قال حسن نصر الله كحرب حقيقية، وهذا الذي سيغير المعادلة. لن تكون المعادلة إذن انطلاقا من تغيير وجه الشرق الأوسط من سيناريو الجليل. هناك تحويل السيناريو من سيناريو الجليل إلى سيناريو درعا مع الأردن وروسيا واتفاق روسي أردني بخصوص درعا، وأيضا اتفاق روسي تركي بخصوص حلب، وهذا سيكون له أثر شديد على الأقل بعودة اللاجئين وتمرير اقتصاد لا يكون رهينة أوضاع قد لا تكون قانونية. وأيضا بالنسبة للتضخم وكل هذا، الفشل الاقتصادي وأمام العقوبات الموجهة نحو إيران ونحو روسيا انعكست بشكل كبير على بشار الأسد. ولذلك فإن اليوم هناك صعوبة في إدارة وضع يدفع بوتين إلى إعادة ترتيب الأوراق في كل المنطقة، انطلاقا من مثال حلب مع تركيا وأيضا درعا مع الأردن. وهكذا يمكن الوصول إلى تفاهمات تجعل من معركة روسيا ضد أمريكا من دون آثار إقليمية، لأن الكل في هذا الظرف سيكون قد تحصن ولن يعطي طرد الأمريكيين أي انعكاس على كل من أمن عضو في الناتو تركيا أو أيضا صاحب الشراكة الرئيسة والاستثنائية خصوصا مع الأردن. يعني أن الشريك الأول والشريك من داخل الناتو يريد الروس إبعادهما الآن وتوجيه البندقية مباشرة إلى أمريكا دون أن يكون رد فعلا لا في عمان ولا في أنقرة. هذا كله يسير باتجاه عمل الروسي إلى حسابات أكثر دقة تجعل من حرب إيران والأسد وتأهيل حزب الله للجميع لهذه المعادلة ضد أمريكا سيكون لها مفعول دقيق. نحن كشفنا في وقت سابق أن إسرائيل تريد الحرب في جنوب لبنان لمنع الحرب على أمريكا كما صرحت صحافتها، لأن حزب الله إن لم تشغله في جنوب لبنان سيشغلك أوتوماتيكيا في ضرب 1000 جندي أمريكي في التنف وإلى البوكمال. إذا أمام كل هذه الحسابات يصبح لقاء كل من الرئيس الروسي والتركي حاسم، ليس على صعيد فقط اتفاق الحبوب وغير ذلك وتفاهمات البحر الأسود، كل هذا أمر معلوم، لكن الأهم هو الحوار حول سوريا وحول الأسد. هل سيبقى الأسد أم لا؟ هل جاء القرار بإبقاء الأسد مرة أخرى وإعطائه فرصة جديدة؟ لكن يجب أن يقدم تنازلات طبقا للمعادلة الإقليمية، لأن الأسد يريد فقط أن يكون هناك راعي دولي وحيد اسمه روسيا وراعي إقليمي وحيد اسمه إيران، وما عدا ذلك كله من خارج التأطير الاستراتيجي للأسد. إذا الأسد في هذه المرحلة على وجه التحديد ينظر إلى القراءة الروسية للمعادلة بشكل متحفظ عليه، وأيضا بالنسبة لإيران في علاقتها بتطوير الهجوم على الجولان وأيضا على جنوب لبنان. كل هذا يذهب أبعد عندما نعرف أن حزب الله
قد يدير المعركة مباشرة ضد أمريكا، وآنذاك كل قواعد الاشتباك ستنتهي إلى حرب أمريكية إسرائيلية. تريد إسرائيل أن تبعد أمريكا من الواجهة وتدخل هي في الحرب، ولذلك فهي تعد العدة لمثل هذه الحرب في جنوب لبنان أو في أي جبهة. إذن الآن في مفاوضات مع الجيش اللبناني للمزيد من عزل حزب الله الذي يرغب في أن يكون السيناريو الجليل، والخطورة اليوم أن يكون حزب الله في الجليل، وأن تكون تركيا في حلب، وأن يكون الأردن ومن خلاله الأمريكيين في درعا. كل هذا التصور اليوم يذهب بعيدا تجاه إعادة تقسيم وضع جيوسياسي حساس للغاية في هذه المنطقة. وهنا لا بد من التذكير أن إنهاء الأسد قد يصبح لغة واحدة أمام إمكانية الوصول إلى ذلك، لأن روسيا ترى أن بشار الأسد لن يدير لا مصالحة ولا إصلاحا. إذن أصبح هذا الوضع مؤكد. بالنسبة لتركيا لا إمكانية لتفاوض وتطبيع مع بشار الأسد إلا إن كان في وضعية مأساوية للغاية، بمعنى أنه في وضع حرج للغاية. المسألة الثالثة أن إيران لن يسمح لها بضرب الجولان للحفاظ على عدم فتح جبهة إسرائيل. وبالنسبة لبشار الأسد فهو يرى اللعب من داخل هذه التعقيدات كلها وبالأساس نحو عدم إنهاء نظامه، فيما الإقليم كله اليوم قد يذهب باتجاه إبعاد الأسد وتجديد كل شيء، لأن الإيراني وحزب الله قد يرى في غير بشار الأسد من يضمن له تغطية المناسبة تجاه الجولان. وقد عوضت في محور المقاومة بالجليل، إذن الجليل عوض الجولان، وبالنسبة لحلب عوض مشكلة شرق الفرات عموما. وبالنسبة لحزب الله فهو يرى أن التأمين بين التنف والبوكمال أهم ما في الخارطة إلى الآن. وفي كل هذا نجد أن إمكانية إنهاء دور الأسد في هذه المعادلة قد تكون أقرب إلى إيران وتركيا وروسيا دفعة واحدة. أما الأمريكي فإنه يرى أن بقاء بشار الأسد من عدمه لا يؤثر في المعادلة لسبب بسيط، لأنه يقود عملية أساسية تجميد أي حركة لأصعب مناهض لإسرائيل، ويجمد حركة إيران تجاه الجولان وتجاه إسرائيل عموما. ونفس القضية فإن بشار الأسد هو الذي يقف في مواجهة تركيا، وهذا يخدم أمريكا في تحالفها مع الأكراد، وأيضا يخدم روسيا بشكل أكبر أمام جعلها الراعي الاستراتيجي الحصري في طرطوس وفي كل الساحل. لذلك فعل روسيا أيضا أن تؤمن الأسد. إذا أمام كل هذا بين إنهاء حكم الأسد وما بين مواصلته، نجد أزمة قبل الرابع من سبتمبر، هذه القمة في سوشي ما بين أردوغان وما بين بوتين. وبوتين الآن يجد أن القرار يجب إما أن يذهب نحو التطبيع أو يذهب نحو عملية عسكرية يراها الأتراك في حلب ويراها الآخرون إبعادا بشكل كبير جدا للتنظيمات المسلحة القريبة من تركيا. واللعبة أخطر بكثير اليوم في شمال سوريا، ويريد الجميع سحب البساط من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.